ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ تجربة كده غريبة هنعملها مع بعض، تجربة هارون الرشيد. يعني معانا دلوقتي ذكرين البينو، الذكرين دول كبار بالغين وجاهزين للتزاوج. أول مرة أجرب التجربة دي بصراحة مع طيور كبيرة. الذكرين دول سنهم ما شاء الله متخطي السنة، بيغردوا تغريد صداع، هوريكم عينة كده دلوقتي، يلا بينا. وزي ما شفنا كده العينه ديت، بسم الله ما شاء الله الاثنين مش مبطلين تغريد وجاهزين جدا للتزاوج. لو حطينا الذكرين دول او لو خدنا منهم ذكر واحد وحطيناه وسط اثنين اناث، ايه اللي يحصل؟ هيقعد يغرد ويلحن، صح؟ طب لو حطيناه وسط خمس اناث هيعمل ايه؟ اكيد هيتهبل. طب لو حطينا له بقى ما شاء الله كام، بلاش اقول، اوريكم احسن. يلا نجرب التجربه بتاعتنا ونشوف كده الذكر هيبقى سلوكه عامل ازاي لو دخلناه وسطهم. تمام، يلا بينا. هنرجع الذكر دوت كده، او هنرجع دول كده في الجنب كده شويه، ونجيب بقى ايه، ان 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 بسم الله ما شاء الله اللهم زد وبارك. دول 8 اناث كبار جاهزين للشغل، ما شاء الله الاعمار كبيره وجاهزين طالبين تزاوج، بيقعدوا يعملوا حركات الكوكاوه بتاعتهم ديت. طبعا اللي بربي كوكتيل هيبقى فاهم يعني ايه كوكاوه ويعني ايه الكلام العجيب اللي بقعد اقوله. لو دخلنا بقى ذكر من الذكور الزيفه دي معاهم في القفص هيعمل لهم ايه؟ ايه اللي هيحصل؟ هنجرب تجربه هارون الرشيدي ونشوف كده الذكر دوت لما يخش وسط الاناث دي كلها هيعمل ايه. كان في ذكر من الذكور دول له دبله، طبعا انا خايف ان هم يتوهم لان كلهم بيض زي بعض، بس اعتقد ان هم مش هيتوهوا. فين اللي لابس دبله اهوت عشان يبقى بالنسبه لي سهل بعد كده ان انا اجيبه بكل سهوله؟ هيا يا عم الحاج تعالى استنى بس، ده انا هدلعك ما تجريش مني، ده انا هعمل معاك الصح، ده انا هخليك تحقق احلامك. بسم الله، يلا ورينا الهمه والنشاط. بصوا بمجرد ما حطيناهم جنب بعض هتحس كده ان كله بقى شبه بعضه وان ما عادش فيه اختلاف باين، كلهم شبه بعضهم اهو. استنى اقرب لكم كده الكاميرا كده باينه كويس. طبعا هو في البدايه مش هيعرف يعمل اي حركه ولا هيعمل اي تصرف لان طبعا لسه داخل للمكان جديد، وانا طبعا حاطط الكاميرا واقف جنبيه ومشغل له الاضاءه، فيا ترى هيعمل ايه؟ المفروض الذكور لما بتتحط مع بعض او بتتحط يعني مع الاناث او تحط في عين، اول تصرف بيعملوه ان هما بيكونوا هاديين جدا علشان ما يخلوش الاناث خايفه ومفزوعه ويطمنوا لهم، ولو هيحصل عمليه تزاوج تحصل بكل سهوله. في طيور بقى بتبقى جريئه، تلاقي الذكر بيجري جري كده على الانثى عاوز يتجوز معاها. بصوا اللي بيحصل ايه، انا عمال بصور معاكم والكابتن كوكو ربنا يبارك لنا فيه راح فين، شوفوا واقف على المرجحة بتاعت الأولاد. أنت إيه اللي جابك هنا؟ اطلع فوق، يلا اطلع اطلع فوق لو سمحت. أيوه بكل أدب واحترام. المشكلة إن دي ممكن تقوم متزحلقة علشان على الأرض ويقوم هو مخضوض ويقعد يزعق. أنا بقعد بحط له دي كده في الناحية دي، بلاقيه برضه بينزل من على الترابيزة يطلع عليها، وألاقيه واقف فوق هنا كده على الجنب. المشكلة بقى دي لو اتزحلقت وجرت بيتفزع وبيبقى ايه مهبول. بص هو طلع فوق ازاي، اهو عارف المكان بتاعه وطلع وقف فيه. قول لهم باي باي، قول لهم باي باي يا كوكو. يا ترى هيعمل ايه الاخ ده؟ طبعا لازم نسيبه شويه ياخد على المكان عشان نعرف رد فعله بعد كده هيبقى عامل ازاي. Few moments later. بدا كده دلوقتي يبدا يعمل طقوس التزاوج، بدا يتحرك برجليه كده يمين وشمال بمنقاره، اهوت بيعضعض في البلاستيكايه بتاعه القفص، بدا يعضعض في القفص. ايوه وريهم كده، وريهم وريهم الحماسه. كان من شويه كمان قبل ما ابدا اصور كان عمال بيوطي براسه قوي كده وبيحاول يغزل الانثى اللي جنبيه على طول. طبعا دي حاجه بالنسبه لنا كده حاجه جديده اول مره نعملها، هي تجربه اكتر من انثى مع ذكر واحد في نفس القفص. الاناث دي كلها جاهزه للتزاوج وسنها كبير، بصوا الاضاءه مخليهم عمالين الاناث يفردوا جناحاتهم بيتمطعوا بمعنى اصح يعني.
فرحانين طبعا بالمكان وحابين المكان وتجربة جديدة بنعملها معاه. طبعا هتلاقي التفاعل اكتر من الذكر، كل ما هسيبه كل ما تطول الفترة اللي انت سايبها مع الاناث هتلاقي الذكر بيعمل تفاعل اقوى. القفص التاني بقى اللي على اليمين في ذكر برضو كبير وبالغ وواقف لهم في اقرب مكان. ايوه بسم الله ما شاء الله، نغمة صوته قوية جدا وانا بيني وبينه 3 متر او يمكن اكتر من 3 متر، انا واقف بعيد عشان خاطر ما يبقاش خايف مني. النغمة بسم الله ما شاء الله طويلة، بسم الله ما شاء الله، اللهم ازد وبارك. دي اطول نغمة ممكن تسمعوها من فرد كوكتيل وبالاخص الالبينو. ما شاء الله هو عمال مطول في النغمة. الأنثى اللي جت من ورا دي أنثى أعجبت بيه وبالتغريد وطول النغمة بتاعته، وجت راحت وقفت جنبيه على عكس الأنثى اللي كان واقف جنبها وكان أصلا عمال بيشغلها ما التفتتش للموضوع، وراحت أنثى تانية وقفت جنبيه عشان تبدأ هي بقى بطقوس التزاوج مع الذكر الزايف اللي دخل معاها القفص. ذكر زايف يعني ذكر جاهز للتزاوج او عنده رغبة في التزاوج. زي ما انتم شايفين كده كل اللي موجودين حواليه ناس، مفيش ولا واحدة فيهم طبعا غردت او لحنت، فده تأكيدا ان ديت اناث باذن الله. وبسم الله ما شاء الله النغمة بتاعته هيت معدية دقيقتين، وي كنت مسجله نغمة امبارح وهو بيغرد. بسم الله ما شاء الله اللهم ازد وبارك، النغمة بتاعته تخطت الدقيقتين ونص، دقيقتين ونص متواصل نغمة. بصوا من اول ما احنا بدأنا نسجل اهوت وهو ما شاء الله عمال بيغرد، عشان في ناس كتيرة بتقعد تقول ده الكوكتيل الالبينو ما بيغردش وقليل لما بنسمع تغريده، ده ما بيعرفش، ده صوته مش عارف مش كويس زي الحاجات الحبشي واللاتينو. لا يا جماعة، هي القصة كلها قصة تغذية واهتمام بالطير بتاعك ورعاية. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله النغمة طويلة جدا. اللي المفروض يحصل بقى بعد كده ايه؟ المفروض الذكر يبدأ يشوف اي انثى فيهم طلبة تزاوج وصحتها كويسة، هتروح له تقف زي اللي كانت واقفة جنبيه كده وعدت الناحية التانية، وبعد كده يبدأ بالتزاوج معاهم ويبدأ يتوالف مع واحدة فيهم. ممكن الذكر الواحد ده يختار اكتر من انثى ويتزاوج معاهم، بس طبعا بمجرد ما الانثى ما تحط بيض هيشوف الانثى اللي هو اللي ميال لها اكتر وهيخش معاها العش ويرقد معاها على البيض. كانت تجربة جميلة كده، تجربة هارون الرشيدي عجبتني بصراحة وكان نفسي اعملها من زمان، واشوف رد الفعل ايه اللي هيحصل لو الذكر حطينا له اكتر من انثى. وزي ما احنا كده عملنا كده وانتم شايفين معانا بسم الله ما شاء الله معانا 8 اناث كبار جاهزين، والذكر ده كده سعيد الحظ هيختار بقى الانثى اللي تعجبه معاهم. طبعا التوالف او انك تخلي الذكر هو اللي يختار الانثى بتاعته بيكون اجمل شيء، التوالف بيكون اسهل والانتاجية بتكون اعلى وبتاخد
انتاج من غير اي مشاكل باذن الله. اتمنى تكون استمتعت بالفيديو وبالتجربه الجميله اللي عملناها الجديده. ما تنساش بقى انت تتاكد انك مفعل معانا زرار الجرس وعامل اشتراك عشان كل ما ينزل فيديو جديد يجيلك اشعار بيه. اسيبكم على خير ونتقابل في فيديو تاني. مع السلامه.